اولا كويس انه ما فيش حاجه من المعدات ولا الاجهزه ولا الاستوديو من الداخل حصل له حاجه. لكن يجي سؤال، بما انه في شركه منتجه هي اللي مسؤوله، او بالادق هي اللي خسرت فلوس الديكورات دي، في الحاله اللي زي كده مين اللي هيعوض هذه الشركه؟ هل احنا يعني هنا الوزاره، ولا انه في جهة أخرى، أو أنه بيبقى في مبلغ تأمين؟ يعني إيه اللي بيحصل في الحالات اللي زي كده يا دكتور نبيل؟ أنا عايزة أقول لحضرتك بس حاجة، الديكور ده موجود من سنة 86 جوه المنطقة دي، ده متروكات يعني مش بتاع الشركة بعينها. ماشي. هو مكتب من أيام فيلم الجوع يا أستاذ يوسف. من سنة 89. أوكي. أيوة، ولا 86، من سنة 86. لما بتيجي الشركة بتحتاج، شركة إنتاج تحتاج لوكيشن بتاع منطقة شعبية، بتجدده على حسابها، وبيبقى ده من تكاليف الإنتاج بتاعتها، يعني ما بيبقاش مملوك ليها. أيوه. ولما بيخلصوا التصوير بيسيبوه يمشوا، مش بتاع حد. مفهوم. مش بتاعهم. مفهوم. هي دي الفكرة. إنما في العموم طبعا الشركة التابعة لإدارة الأصول السينمائية مأمنة مع إحدى شركات التأمين الكبيرة. كويس. على كل المواقع والاستوديوهات التابعة للشركة. كويس جدا. مين بقى يتحمل الخسائر؟ ده اللي هيحدده التحقيق بعد ما يعرف طبعا سبب الحريق وقام ازاي، واذا كان طبعا يعني في اسباب كتير جدا ممكن تكون للحريقة. شركات التأمين ده شغلها بقى، بعد طبعا ما بيطلع تقرير المعمل الجنائي بيشوفوا بقى، بيحددوا المسؤولية، وبناء عليه لو كان في تكاليف بتدفع أو تعويضات أو كده بيحددها بناء على التقرير شركة التأمين. طيب، عظيم جدا.